والله والله ما هي سهلة لما ترفع يدك وتقول يا رب اصطفاك من بين الملايين عشان ترفعها، ما هي بقوتك ولا بشجاعتك ولا بإيمانك ولا بعلمك ولا بحكمتك ولا بذكائك، بفضل الله عليك يأمر الدماغ، الدماغ يعطي إشارات للعروق للدم، الكل يتحرك عشان ترفع هذه اليد وتقول يا رب. ما يخيب رجاك ولا يخيب أملك فيه، دق من نفس الباب، تبغى من نفس الباب الحاجة هذه، لكن نظرتك البشرية قاصرة، الله يعطيك من أبواب ثانية تنفتح لك أفضل. أنت تبغى قطرة، الله يبغى يعطيك غيث، يبغى يعطيك مطر. أنت تبغى نجمة، الله يبغى يعطيك قمر. الله عز وجل ما يخيبك، هو اللي قال ادعوني أستجب لكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا ما شيل هم الإجابة حتجيني، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم وعد، لكني أنا شيل هم رفعة اليد هذه، مو أي أحد يقدر عليها. شوف عمر بن الخطاب من 10 المبشرين بالجنة يقول هذا الكلام، مو أي أحد يقدر يرفع يده. فإذا أنت توفقت فقول الحمد لله، يبغى يعطيك، يبغى يجبرك، يبغى يرضيك، يبغى يسعدك. فلا تيأس، لا تسمع لكلام الشيطان، لكلام إبليس، يبغى يحبطك، يبغى يضعفك، يقول ما راح الله يستجيب لك. الله يقول ادعوني أستجب لكم، فيقول لك إبليس أنت مين أصلا عشان يستجيب لك الله؟ فيقول لك الله أنت غير. قل له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالها الله، أنا من عباد الله وهو قريب مني. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بس مجرد أني أقول يا رب بيعطيني. أنت ما تستحي كل شوية ترجع، كل شوية تذنب، كل شوية أنسى، يعني أنت تستحقر نفسك المفروض ما ترفع يدك. فيرد الله ويقول لك قل له إن الله يحب التوابين، يذنب يستغفر، يذنب يستغفر، الله يحب هذا الشخص. تذكر أنت عظيم، أنت سهل عند الله، أنت من عباد الله، وهذا يكفيك.